ايه اللي بيحصل بقى لما الانثى بتخرج من عالمها وتبقى عايشه مع الاخر؟ اول ما الانثى تبقى مشغوله جدا بالاخر زي ما شرحت في الاول يوم النهارده، تبقى مشغوله بالاخر او هي بتحكم على نفسها وبالتالي بتتعامل مع نفسها كايه؟ كاخر. ايه اللي بيحصل؟ بيحصل حاجتين كبار جدا. اول حاجه الانثى بتحس بالقله، بتحس بالقله فظيعه، والانثى غير الذكر خالص في مشاعرها. اما بتحس بالقله بتبقى في احتياج شديد لكلام حلو وخصوصا من ذكر، بس كلام حلو بشكل عام وخصوصا من ذكر بشكل خاص. وبالتالي لو في الوقت ده اتكعبلت في اي حد بيقول لها كلام حلو مش هتعرف تقاومه. اديكوا بقى علامات الكلام ده في حياتها. هتلاقيها عايشه في بيتها كانها عايشه في اوتيل، تروح البيت تخش السلام عليكم، تقوم داخل اوضتها قافله على نفسها، غالبا مش دايما بس غالبا اوضتها مش مرتبه، انها مش مهتمه ان اوضتها مرتبه، غالبا بتعمل اوردرات اكل، لا تاكل اكل البيت ولا هي تحضر لنفسها اكل، فهي عايشه فعلا في اوتيل. الانثى وهي في الحال ده، انا بديكوا الحال ده عشان حضراتكم قطعا كلكم شايفينه حواليكم او منكم، اللي عايش الحال ده، الانثى اللي عايشه الحال ده بتبقى ضعيفه جدا لاحتياج اي كلام فيه حب، فيه اهتمام، فيه يعني فيه عاطفه، هتموت ان يتقال لها كلام حلو. ليه؟ لان هي لان لما بتخرج من عالمها بتبقى عايزه مين يديني حاجه حلوه، مين يديني تقدير، مين يديني تقدير. الانثى المتزنه شديده التقدير لنفسها، الانثى المتزنه بغض النظر عن مادياتها، لو شفتيها ماشيه في الشارع تشوفي اميره ماشيه، ممكن جدا مادياتها محدوده جدا بس هي في حالها في نفسها كده اميره بالمعنى الكامل للاميره، تكلم زي الاميره، تتصرف زي الاميره. مين دي بقى الانثى دي؟ الانثى التي تهتم بمن حولها ومش عايزه منهم حاجه، مش بتهتم بيهم علشان يهتموا بيها، مش قاعده تحسب لهم انا عملت لكم عشان تعملوا لي، لا، هي بفطرتها بطبعها بتروح تعمل ايه؟ تسال وتهتم وتجامل، بتحب تعمل كده ومش منتظره من حد حاجه. اللي عايشه الحال ده مش محتاجه تقدير من اي حد، وهتلاقيها في بيتها حتى يعني لسه ممكن ما اتجوزتش لسه اصلا، هتلاقي بيتها اوضتها منظمه جدا وفي بيتها ودوده جدا ولطيفه جدا، والابتسامه ما بتسابش وشها، ما بتدورش على القيمه في حته، مجرد ما خرجت من تقديرها لنفسها بتبص على تقديرها لنفسها فين؟ بره، بره عالمها، بتبقى ضعيفه 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 لابعد الحدود.